حالة زي اللي انت شايفها دي بتبص على السنترال تلاقي انها أورثو، لكن لو بصيت على الصور اللي فوق هتلاقي الصورة فوق ويمين هتلاقيها ان في limitation in adduction، العين مش قادرة في العين اليمين مش قادرة تطلع لفوق، والعين الشمال نفس الكلام، وهتلاقي ان في Y pattern limitation in division adduction widening of the palpebral fissure، فده معناه ان البيشن ده عنده bilateral brown syndrome، يعني limitation elevation in adduction، ممكن تكون congenital وممكن تكون acquired. الحل بتاعها tenotomy with spacer expander، لكن لو عملت tenotomy بس في 50% of the cerebral oblique superior oblique pulse. في medical treatment لبعض الحالات زي روماتو